أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج فضاء حر، نناقش فيها الأوضاع الإنسانية الكارثية في تعز بين الغياب والتغييب ومدى مسؤولية جميع الأطراف من الانتهاكات المتكررة تجاه المدنيين في المحافظة. قبل أيام قليلة منعت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن براين من دخول مدينة تعز، وهي الزيارة التي كان من المقرر الاطلاع فيها على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء تعز منذ عامين. لم يكن استهداف الموكب الأممي مستغربا ولا جديدا على ميليشيا، هي من اعتدت على المحافظة، وهي من تمارس القتلى والحصارة، وهي من تزرع الألغام وتهجر السكان وتفجر المنازل بشكل يومي. بل الغريب هو ردة فعل الأمم المتحدة التي عوضا عن أن تطلق موقفا يدين هذه الجريمة ويحذر من خطورة ما تخفيه ميليشيا الحوثي وتمنع العالم عن رؤيته، ذهبت لعزو ما حدث لأسباب أمنية دون أن تحمل الطرف المتسبب في عرقلة الوصول أي مسؤولية أخلاقية أو قانونية. ما حدث يعد مثالا بسيطا وواضحا لأداء المنظمات الدولية تجاه تعز وموقفها ممن تسبب بهذه الحرب وما ترتب عليها من تداعيات إنسانية. وهنا نتساءل عن من يقف وراء تغييب الملف الحقوقي لتعز عن المحافل والمواقف الدولية، وهل التقصير يتحمل مسؤوليته الراصدون والمنظمات المحلية في الداخل، أم أن المنظمات الدولية تغض الطرف عن جرائم تحالف الانقلاب مهما كانت جهود الإعلام والناشطين لإيصال صوت المدينة المخنوقة بالحصار والموت؟ وإلى متى يستمر الصمت الدولي وتخاذل الحكومة تجاه جرائم الانقلابيين في تعز؟ حول هذا الملف وتعاطي المنظمات الحقوقية معه سيكون نقاشنا لحلقة اليوم من فضاء حر مع ضيفينا من باريس رئيس التحالف الدولي للحقوق والحريات محمد الشامي، ومن الرياض الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية همدان العلي. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك، والبداية معك أستاذ الشامي. من يقف وراء تغييب الانتهاكات الإنسانية في تعز عن الرأي العام برأيك؟ في الحقيقة يعني قد تكون ما ذكرتيه قريب من الواقع نوعا ما، ولكنه بالمجمل له تفصيل. في الحقيقة لا توجد مصلحة مباشرة للأمم المتحدة أو للمنظمات الدولية بشكل عام مصلحة مباشرة في تغييب الملف الحقوقي أو التغاضي عنه أو الميول إلى طرف ما. في اعتقادي لا يوجد هدف مباشر أو مصلحة مباشرة وراء ذلك. هناك قصور، لا يمكن النكران أن هناك قصور، ويعني واضح وفاضح حقيقة للدور الأممي في هذا الملف بشكل عام على مستوى اليمن عموما وعلى مستوى تعز خصوصا، باعتبار أنها تعاني أكبر حجم كارثة إنسانية يشهدها أعتقد التاريخ الحديث من انتهاكات إنسانية حقوقية شملت مناحي الحياة حتى الاجتماعية. نعم، إذن ما من مصلحة للمنظمات الدولية من تغييب الملف الحقوقي أو الانتهاكات الحقوقية ضد المدنية في تعز؟ أتحول بالسؤال نفسه إلى السيد همدان العلي، من يقف وراء هذا التغييب إذا لم تكن المنظمات الدولية؟ إذا أحببنا أن نتحدث عن هذه الجزئية يجب أن نرجع إلى أصولها. علينا أن نعرف أن جماعة الحوثي عندما دخلت صنعاء كان لديها جناحين يعملوا من أجل تحقيق هدفها وهو السيطرة على الدولة. الجناح الأول هو الجناح العسكري وهو الذي تدخل عسكريا، والجناح الآخر هو جناح مدني والذي كان يسيطر أو كان موجود ضمن تشكيلة الدولة ومؤسساتها، وأيضا يسيطر بشكل عام على منظمات المجتمع المدني وعلى السفارات وعلى فروع أو مكاتب المنظمات الدولية في اليمن. هذا المكون للأسف هو الذي يقوم الآن بالتأثير على توجهات المنظمات الدولية. المنظمات الدولية ليس لديها مصلحة يعني في تغييب الوجع اليمني والانتهاكات التي تحدث حقيقة في تعز، وإنما هناك أطراف أو أشخاص يؤثرون بشكل مباشر داخل مكاتب المنظمات الدولية، حتى يعني لا يخرج حتى مصطلح الحوثيين في أي بيان من بيانات
مكاتب الأمم المتحدة. هذه إشكالية ربما اطلعت. نعم، إذا سوف نتعرف على هذه الأطراف والجهات والأفراد الذين ذكرتهم في إجابتك من خلال نقاشنا حول طبيعة المشكلة في تعز وتغيب هذا الملف عن الرأي العام الداخلي والخارجي. أشكركما ضيفي الكريمين وأدعوكما والمشاهدين الكرام لاستعراض هذا التقرير الذي يرصد أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها محافظة تعز منذ قرابة العامين. نتابعه ومن ثم نعود لاستكمال النقاش. في أواخر مارس 2015 اجتاحت ميليشيا الحوثي والمخلوع أجزاء من محافظة تعز إبان انقلابها على الدولة وبسطت سيطرتها على المدن. في إبريل 2015 فرضت ميليشيا الانقلاب حصارا كاملا على مدينة تعز ومنعت دخول المساعدات الإغاثية إليها. ومنذ الحصار ارتكبت ميليشيا الانقلاب مختلف أنواع الانتهاكات بحق أبناء المدينة، نورد منها ما رصدته منظمة سام للحقوق والحريات: حالات القتل 241 امرأة، 477 طفلا، 1225 رجلا، 2064 فردا من المقاومة، منهم 105 أشخاص قتلوا بانفجار الألغام، 39 حالة قتل مباشرة في المنافذ المحاصرة، 31 حالة وفاة بسبب الحصار، 5 حالات وفاة تحت التعذيب. حالات الإصابة 1606 نساء، 2351 طفلا، 10062 رجلا، 10468 من المقاومة، منهم 376 حالة إصابة جراء الألغام، 46 حالة تعذيب، 7 حالات إعدام، 576 مختطفا، 152 مخفيا قسريا، 101 تفجير منازل، 4979 حالة تدمير وتضرر ممتلكات عامة وخاصة، 6 حالات تهجير في المناطق التالية: الوازعية، تبيشع، بلاد الوافي، الصلو، قرية الدبح، الضواب، العبوس والأحكوم. نعم، إذن أعزائي المشاهدين وضيفي الكريمين استعرضنا هذه الأرقام المهولة من عدد الضحايا من قتلى وجرحى وإصابات وتهجير والتفجير. وبالعودة إلى النقطة من حيث انتهى أوبراين وهو يعني وهو مسؤول أممي رفيع كان على أبواب تعز، ويبدو من خلال التصريحات ومن خلال ما حدث أنه لم يكن حريصا على الاطلاع على حجم الدمار والخراب وحجم الانتهاكات الكبيرة التي ترتكب بحق المدنيين في تعز، بدليل أن حتى تصريحاته لم تكن بمستوى المسؤولية، ولم يكن أيضا حريصا على العودة إلى تعز من أي منفذ آخر. كيف تفسر ذلك أستاذ محمد الشامي؟ الحقيقة لا يمكن كما ذكرت يعني وأسلفت أنه لا يمكن التغاضي عن أي تقصير سواء أممي أو رسمي أو منظمات دولية مختلفة. هناك مسؤولية صحيح رئيسية تتحمل مسؤوليتها الرسمية والأخلاقية. زيارة وكيل الأمم المتحدة مسؤول الشؤون الإنسانية كانت ضرورية للغاية، بالذات المحافظة تعز للاطلاع على الأوضاع عن قرب ويعني إصدار تقرير عن ما يحدث. هاي مسؤولية أنا أعتقد لا يمكن على الإطلاق يعني التغاضي عنها أو إيجادها مبرر. أنا أعتقد أنها مسؤولية ويتحمل هو مسؤولية تبريرها لعدم الزيارة. تعز منذ أكثر من عامين تعاني من حصار شديد، تعاني من وضع إنساني كارثي، لا يوجد مسؤول أممي رفيع زارها طول هذه المدة، وهذا تقصير أيضا كبير للغاية. لكن حقيقة دعيني عزيزتي أعود إلى تعدد المسؤوليات. هناك مسؤولية رسمية في السلطات الرسمية المعترف بها دوليا والذي العالم يعترف بها ويتعامل معها، هناك مسؤولية رسمية واجب عليها. ماذا قام اتجاه دورها الرسمي اتجاه هذه الأمور؟ هناك وزارة معنية معترف بها وتتعامل معها المؤسسات والهيئات الرسمية، وزارة حقوق الإنسان ووزيرها إلى فترة بسيطة ويعني ناشط حقوقي، ومن أبناء مدينة تعز
وكان رئيس وفد الوفد الحقوقي الدائم لمجلس حقوق الإنسان. أين هذا الدور الرسمي الذي العالم يتعامل معه؟ هناك مسؤولية داخلية للناشطين، المنظمات المجتمعية، الصحفيين وغيره، اللي هم من أبناء هذه المدينة والذين هم في الداخل أكثر مني ومن غيري من المنظمات الذي يلامسون الواقع. أين دورهم من كشف ما يدور وما يجري من هذه الحقائق؟ هناك حقيقة تقصير رسمي حكومي، العالم إذن أنت تحصر المسؤولية الآن بين مسؤولية رسمية وبين مسؤولية للمنظمات والناشطين في الداخل. طيب سنتحول إلى هذه النقاط وهي نقاط مهمة، لكنك أيضا لم تجب علي عن تفسيرك لموقف المسؤول الأممي تجاه ما يحدث في تعز وعدم اكتراثه يعني لهذه الانتهاكات. نعم طيب استاذ ساعود اليك استاذ محمد الشامي. استاذ محمد يعني همدان، هل تعتقد فعلا بان اوبراين كان جادا في زياره تعز ورصد انتهاكات الحادثه فيه بالنظر الى ما حدث والى موقفه هو تصريحاته عقب ما حدث، عقب منعه من قبل الميليشيا من الدخول الى تعز؟ بالرغم من تاكيدي على ما اسميه بالتواطؤ للمنظمات الدولية لصالح جماعة الحوثي، لكني شخصيا أحاول قدر الاستطاعة أن أحسن الظن في المسؤول الأممي. يعني شخصيا أعتقد أنه وصل إلى النقطة العسكرية هذه التي تابعة للحوثيين، وتم إيهامه بأن هناك مواجهات مسلحة ولا يمكن الدخول وأن المسألة مسألة أمنية، وهذا ربما تنطلي على الرجل. أما بخصوص البيان فالمبرر الذي يتناوله أو يتخذه الموظفين المسيطرين أو المؤثرين على مكاتب المنظمات الدولية بما فيها الأوتشا التي أصدرت البيان هو أنه إذا تمت يعني توجيه الاتهام لجماعة الحوثي فإنها لن تسمح بالتعامل معهم ولن تسمح بتوزيع المساعدات في المناطق، وهذا ليس مبرر وهذا ليس عذر. في النهاية هناك مدنيون يعانون، هناك انتهاكات مختلف أشكالها تقع في حق هؤلاء المدنيين. أنا شخصيا أعتقد أن بدرجة أساسية اللوبي أو إن صح التعبير الحوثي الذي داخل أو الذي يؤثر على مكاتب المنظمات هو المسؤول بدرجة أساسية، ولكن هذا لا يعني أن المسؤولية أيضا لا تقع على الموظفين الدوليين. يعني يجب إيجاد بدائل ويجب التواصل مع الحكومة الشرعية للتنسيق المسبق لدخول هذه المناطق والعمل بجدية، يعني أو إيجاد يعني ممثلين آخرين إذا كانوا يخشوا على أرواحهم. أنا أعتقد أنه حكاية يعني الوضع الأمني الذي يتخذها الأخوة في أو الأشخاص العاملين في المنظمات الدولية كمبرر لمنع دخول المسؤولين الأمميين إلى هذه المناطق، هذا ليس كافيا، بل يجب إيجاد يعني أو يجب الدخول إلى هذه المناطق بأي طريقة كانت. نعم طيب أستاذ محمد الشامي، كنت قد ذكرت مسؤولية تتعلق بأداء الحكومة الرسمية المعترف بها دوليا إضافة إلى مسؤولية الناشطين في الداخل. إلى أن نتحول إلى هاتين المسؤوليتين، نبدأ بمسؤولية المنظمات الأهلية الموجودة في الخارج وأنت واحد من هذه المنظمات. يعني ما الذي فعلته أنت كمنظمة وكتحالف دولي للحقوق والحريات من أجل تعز ولنشر والتعريف بالانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تمارس ضد المدنيين في تعز من قبل ميليشيا الانقلاب؟ دور المنظمات في الخارج هو مرتبط ارتباط رئيسي بالداخل، بوجود ناشطين، بوجود راصدين، بوجود نشاط داخلي يكشف ويعري كل الانتهاكات من كل الأطراف بالاستثناء. لا يمكن على الإطلاق الأمم المتحدة أن تصدر بيان بذاتها إن لم يكن لها راصدين وناشطين في الميدان. لا يمكن لأي مؤسسة دولية في العالم أن تصدر بيان تعتمد على وسائل الإعلام دون أن يكون لها راصدين ومصادرها الخاصة بتعتمد عليها. نحن أيضا في هذا السياق. فيما يخص تعز خاصة، نحن منذ سنتين أصدرنا بيان واضح وصريح في 2015
قلنا بالحرف الواحد في التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات أنه ما يجري من حصار لتعز هي جريمة وجريمة حرب، وحملنا في حينه المسؤولية الكاملة والمباشرة للميليشيات التابعة لجماعة الحوثي وحليفهم الرئيس السابق. يعني الأمور واضحة. أيضا يعني شددنا على ضرورة سرعة فك الحصار المفروض على تعز هذا منذ عامين، وشددنا أيضا على فتح ممرات آمنة للجرحى يعني سهولة دخول إمدادات الغذاء والدواء التي تعاني منها تعز منذ عامين. نعم، لكننا سيد محمد الشامي لم نجد مثل هذه المواقف التي تتحدث عنها أنت الآن على موقعكم على الانترنت. نحن تابعنا المواقف والبيانات والتصريحات لكم خلال عام كامل لم تذكر تعز ولا مرة واحدة خلال ربما عام 2016 بالكامل، بينما الجرائم مستمرة كل يوم بما فيها التهجير وتفجير المنازل وتشريد آلاف المدنيين في تعز، إضافة طبعا إلى مئة الآلاف من الألغام التي زرعتها ولا زالت تزرعها الميليشيا في طريق أبناء تعز. كما قلت لك البيان أصدرنا أنها جريمة حرب، وأكدنا في حينه أن نحن مستمرين في الرصد والمتابعة للمرتكبين تلك الانتهاكات في لقاءاتنا في حينه وفي المؤتمرات وفي اللقاءات اللي عقدناها حتى مع البرلمانيين والسياسيين الفرنسيين أو الأوروبيين، وفي كل زيارات وفي كل لقاء نتحدث عن ضرورة وأهمية فك الحصار عن مدينة تعز، ضرورة وأهمية إيصال المواد الغذائية والدواء للمتضررين في تعز في لقاءاتي الدائمة، ليس بالضرورة أن أكشفها إعلاميا للترويج سواء. هل هو سر أن تنشروا في مواقعكم حقيقة الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الانقلاب في تعز؟ لماذا نجد في مواقعكم كل يوم حول جرائم التحالف العربي والانتهاكات والضربات الخاطئة؟ يعني ربما من لمحة سريعة لموقع التحالف الذي ترأسه أنت نجد الكثير من المواقف المنددة بأخطاء وضربات التحالف العربي ضد المدنيين، بالمقابل لا ذكر أبدا لمحافظة تعز. لماذا تحتفظ بهذا السر الخطير يعني في الغرف المغلقة وفي اجتماعاتكم مع الآخرين؟ يعني وهل تبررين يعني قصف المدنيين؟ لا ننكر طبعا، بالتأكيد لا ننكر، هذه جرائم أنتم تشكرون جدا ويشكر كل، وهو واجب طبعا كل ناشط حقوقي برصد هذه الجرائم ورفعها وإيصالها إلى العالم، لكن بالمقابل لا يبرر ذلك إخفاءكم والتستر على جرائم أخرى. على الإطلاق لا يمكن، أنا أقولها بصراحة وبوضوح وشفافية، لا يمكن لأي ناشط مدني أو أي منظمة دولية أن تغض الطرف عن أي انتهاك. المنظمات الدولية والناشطين ونحن منهم لا يمكن على الإطلاق أن نحابي طرف عن طرف أو نخفي كما تفضلت يعني جريمة عن أخرى. نحن نتحدث عن فعل ولا نتحدث عن الفاعل، نحن نتحدث عن جريمة ولا نتحدث عن مرتكبها، نحن نتحدث عن الانتهاك بحد ذاته أيا كانت خلفيته وأيا كانت جهاته وأيا كان مرتكبه، نحن نتحدث في هذا الإطار ولا يمكن. لكنكم لا تفعلون ذلك كما يعني أسلفت، لا ولا يظهر هذا ما تقوله الآن لا يظهر على مواقفكم المنشورة في مواقعكم الرسمية. قد يكون، أنا أتفق معك، لا أخلي مسؤوليتنا نحن كتحالف دولي على الإطلاق مما ذكرتي، قد يكون هنا قصور. تحدثنا قبل قليل وأسلفنا ومع الضيف والزميل العزيز أن هناك قصور كبير من مسؤولية رسمية من الأمم المتحدة ومنظمات الدول التي أكثر إمكانيات مننا نحن، وهنا قصور لا يمكن ونحن جزء من هذا القصور ونتحمل مسؤولية أيضا. نعم، كيف تفسر هذا القصور سيد محمد همدان العلي يعني الذي تحدث عنه؟ نحن نتحدث الآن عن إغفال جانب كبير من القصة، يعني جانب كبير أو الجانب ربما الأكبر يعني من المشهد الحقيقي الذي يحدث في البلد، إخفاء وتغييب هذا المشهد عن الرأي العام الخارجي، إلى ماذا أنت تعزوه سيد همدان العلي؟ أيضا ما تعليقك على حكاية نحن نشير للفعل ولا نشير للفاعل، وهذه ربما تكررت كثيرا خاصة عندما يتعلق الأمر عندما تتعلق الجريمة بميليشيا الحوثي والمخلوع؟ نعم، المسألة هي ليست تقصير، وإنما العملية المقصودة هي تغييب أي جريمة أو إخفاء أو التستر على أي جريمة تقوم بها جماعة الحوثي. والدليل أن بشكل عام أنا لم أطلع على بيانات المنظمة الخاصة بالأخ الموجود الضيف معنا، ولكني أتكلم عن البيانات التابعة للمنظمات الدولية. عندما يحدث خطأ وهو
أمر كما قلت يعني مستنكر، خطأ القصف الطائرات تضج البيانات والمواقع والصحف بأن هناك خطأ، وعندما يحدث خلل أو خطأ أو جريمة ترتكبها جماعات الحوثي لا أحد يتحدث، يعني يحرصون على عدم وجود مصطلح الحوثيين باللغة الإنجليزية في الصحف الدولية. يعني كثيرا ما تحدثت البيانات الخاصة بالأمم المتحدة عن التحالف العربي وذكرتها في بياناتها، لكن لم أجد، يعني نادرا ربما، أنا شخصيا لم أجد إلى حد الآن مصطلح الحوثيين في بيانات التابعة للأمم المتحدة. وبالتالي هذا الأمر لا ينتقل للمجتمع الغربي، للمجتمع الدولي. البيان الأخير كما أخبرتك يعني كان الخلل أو كان عملية المنع للمبعوث أو المسؤول الأممي الإنساني كانت من قبل جماعة الحوثي، وهذا معروف لهم أولا، لكن لم يحددوا هذا الأمر، والاعتبارات خاصة يعتقدون أنها لصالح الناس، وهي غير صحيحة، لأنك عندما تتستر على المجرم فإنه يتمادى ويواصل إجرامه في حق الناس، يواصل حصارهم، يواصل قتلهم. يا أختي العزيزة، البيان الأخير وهو مثال حي للتواطؤ والتستر على جرائم الحوثيين لم يتحدث حتى عن، لم يضع كلمة حصار. يعني الحصار كما يقول الأخ هو فعل، هو فعل وليس، يعني حتى ما تكلمت انه ابناء تعز محاصرين وقد منعت هذه الجماعه دخول المسؤول الاممي الانساني، فما بالك بالتفاصيل الاخرى. نعم استاذ همدان، اذا دعونا يعني نستقبل الان عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري، وهو من ابناء محافظه تعز ومقيم في تعز. وكنت قد ذكرت سيد محمد الشامي حول مسؤوليه الناشطين والمنظمات في الداخل حول رصد ونشر هذه الجرائم المرتكبه بحق المدني من قبل الميليشيات الانقلابيه. بدايه مرحبا بك استاذ عمر. مرحبا اخت اسوان، واشكر قناه بلقيس على هذه الاستضافه وعلى الاهتمام بهذه القضايا الجوهريه. اهلا بك عمر. يعني هناك من يتحدث فعلا بانه تغييب الانتهاكات الحقوقيه المرتكبه بحق مدينه باكملها مدينه تعز، المدينه والارياف، هذه الجرائم الكبيره التي مارسها الانقلابيون في تعز يتحمل مسؤوليتها الناشطون الحقوقيون داخل المدينه وتحديدا الراصدين المحليين. الى اي مدى تتفق مع هذا الطرح، والى اي مدى فعلا يتحمل الأطراف في الداخل المحلي مسؤولية التقصير في تغييب تعز عن الملف الحقوقي الدولي؟ بسم الله. المسؤولية عن تغييب الملف الحقوقي في تعز مسؤولية متعددة، ويتحملها عدد من الأطراف، منهم الرافدين المحليين الذين تستعين بهم المنظمات والهيئات الدولية بشكل غير مباشر وعن طريق وكلاء، يتم اختيار رافدين يتم تجنيدهم، وأكرر يتم تجنيدهم لخدمة مشروع الانقلاب وتمييع القضايا الإنسانية وجرائم الحرب وإضاعة الأدلة وتهميش القضية الإنسانية في تعز بشكل يتناسب مع الجرائم التي يرتكبها الانقلاب، بحيث يعتبر هؤلاء الرافدين يعني ملمعين ومستحين لأحذية الانقلاب. البيادات التي تقتل تعز يتم تغذيتها من خلال رافدين داخل تعز. للأسف هؤلاء الرافدين يتم اختيارهم بنوع من الذكاء، حيث يكون هؤلاء يعني راغبين في يعني خدمة أنفسهم فقط وليسوا أصحاب قضية. غالبا يتم اختيارهم من طلاب كلية الحقوق وليسوا أصحاب خبرة في العمل الحقوقي، معظمهم أشخاص يعني صغار في السن. الهدف من هذا كله أن يتم تجنيد جيش من الرافدين المحليين يقومون بخدمة الانقلاب وخدمة ما مشروعه الذي يعتمد على تغييب الجرائم التي يرتكبها جنودهم وقواتهم في تعز. هناك أيضا مسؤولية يتحملها المنظمات الدولية، بحيث أنها تعتمد على أشخاص ومنظمات تابعة للانقلاب مثل منظمة مواطنة وغيرها. هؤلاء المنظمات لا يصعب معرفة تبعيتها للانقلاب وعلاقتها المباشرة للانقلابيين،
ولكن يتم الاعتماد عليهم في إصدار تقارير دولية تعتمد عليها منظمات عملاقة مثل منظمة العفو الدولية، وهذا ما رأيناه في تقرير منظمة العفو الذي اعتمد بشكل حرفي على تقرير منظمة مواطنة التي تستند إلى هؤلاء الجنود الذين نسميهم جنود وليسوا رافدين محليين. المسؤولية أيضا تتوجه إلى الشرعية التي تعتبر مساهمة في عدم الاهتمام في هذا الملف وعدم لفت الجانب الدولي إلى ضرورة توضع يعني إدارات لهم في عدن وفي المناطق المحررة بحيث تبتعد هذه المنظمات عن الضغط الحوثي الميليشاوي على قرار هذه المنظمات الدولية. نعم. طيب يا أستاذ عمر، يعني طالما هناك ثلاث أطراف ربما ذكرت هي قبل ذلك في هذا النقاش، إذن الراصدون المحليون أو بعض المنظمات المحلية التي تعمل وتتواطأ لصالح الانقلاب إضافة للمنظمات الدولية وتقصير أيضا من الجانب الحكومي، إذن ما هو السبيل لتعزيز حضور تعز ومحافظة تعز والانتهاكات التي يتعرض لها أبنائها على يعني على الصعيد الدولي؟ السبيل الوحيد لإظهار الملف الحقوقي الذي حاصل في تعز هو عبر عدة نقاط. أولا، يتفق الرافدين المحليين والناشطين الحقوقيين في تعز على وثيقة شرف حقوقية تعتمد فيه معايير مهنية لنقل الحقائق وعدم تدليل وتغييب الفاعلين للجرائم مرتكبي جرائم الحرب في تعز. عندما نرى تقارير تتحدث في 6 أو 7 صفحات عن انتهاكات تحدث، عن اشكاليات تحدث داخل المستشفيات المقاومة، بينما يتم تغييب ملف الألغام ولا يتم الحديث عنه إلا بسطرين أو ثلاثة في نفس التقرير. عندما يتم التدليل في القصف ولا يتم ذكر الفاعلين المعروفين بالضرورة للمباشرين لعمليات القصف اليومي والممهد. هذه الأمور تحتاج إلى ميثاق شرف يقوم به الرافدين في تعز والحقوقيين، وعليهم أن يعود دورهم التاريخي لإظهار الحقائق وتعريف العالم الدولي والمنظمات المهتمة بالجانب الحقوقي بحقيقة الوضع الإنساني في تعز عبر وثيقة شرف تتناول معايير مهنية حقيقية لا يتم فيها تغييب الفاعل أو تبهيله والتعامل. نعم، على ذكر يعني تسمية الفاعل أستاذ عمر الحميري، يعني هناك يعني من الملاحظ بأن هناك عدد من شبكات الرصد والراصدين المحليين الذين يحاولوا التحاشي ذكر الطرف المتسبب في الجرائم أثناء الرصد وفي تقاريرهم الرصدية. أنت كقانوني وكناشط حقوقي كيف تفسر ذلك؟ كيف يمكن أن نفهم يعني توثيقا حقوقيا دون الإشارة إلى الفاعل؟ ما قيمة هذا الرصد وهذا التوثيق؟ لا يمكن أن تعتبر هذه التقارير لها أي قيمة قانونية حتى يمكن الاستفادة منها في المستقبل. العمل الحقوقي الرصدي يعتمد على عدة محاور، أولا الجريمة والفاعل والمجني عليه اللي هو الضحية. كيف يتم التدليل بالفاعل؟ وبالتالي عندما يتم التدليل بالفاعل وتغييبه فما هي الجدوى من هذا الرصد الذي يعتبر أساسا قائم على أساس المساءلة الجنائية في المستقبل، تحديد الفاعل حتى يتم مساءلته جنائيا عبر القنوات الدولية والمحاكم الدولية. أما عندما يتم تغييب الفاعل فهذا يعتبر تواطؤ ويعتبر مساهم في الجريمة عبر تغييب الفاعل. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، وأتحول إليك مباشرة سيد محمد الشامي. إذن يؤكد المحامي من تعز والناشط الحقوقي عمر الحميري ما طرحته أنت قبل قليل بشأن مسؤولية الناشطين الحقوقيين المحليين في تغييب الملف الحقوقي أو تغييب الانتهاكات عن المشهد الحقوقي الدولي، لكنه عاد ذلك يعني عزى ذلك إلى أيضا المنظمات الدولية التي يعملون معها أو ضمن أجندتها، هكذا يعني يرى المحامي عمر الحميري. كيف تنظر أنت إلى هذا الطرح؟ حتى نذكر المحامي حقيقة كلام جميل وتوصيف يعني فيه مقاربة كثيرة باعتباره هو أقرب منا على الواقع. في الحقيقة كما قلت لك يعني صحيح المسؤولية لا يمكن إغفالها
يعني على الإطلاق من المنظمات الدولية ومن المؤسسة الدولية. وأنا أقولها لك بصراحة، المؤسسة الدولية ليست موظفة لدى أحد، وليست تابعة لدى أحد، وليس من مصلحتها أن تكون كذلك على الإطلاق، لأنها تفقد مهنيتها وتفقد قيمتها وتفقد دورها المنوط بها. ولذلك ليس لا يوجد هناك على الإطلاق مصلحة مباشرة من هذا الاتهام الذي يطلق جزافا هنا وهناك. هذا ليس اتهام سيد محمد، نحن نتحدث عن وقائع، عن أحداث، عن مواقف تم رصدها لهذه المنظمات، جميعها تشير إلى تفسير واحد. نحن نناقش هذا التفسير أو هذا يعني هذه النتيجة التي ربما يتوصل إليها أي عاقل. أعطني حادثة معينة مثلا. يعني نتحدث إذا ما أخذنا مؤخرا موقف أوبراين من مما حدث في تعز، يعني ربما تابعت أنت تصريحاته. يعني أولا كانت التصريحات الأول التي أطلقها عن أن هناك أسباب أمنية منعته من الوصول، ولم يشر إلى من عن الطرف المسؤول عن ذلك، طبعا فضلا عن أنه لا يتم ذكر أبدا الحوثيين أو ميليشيا الحوثي والمخلوع عن تقطعهم لكثير من القوافل الإغاثية والمساعدة الإنسانية التي تصل إلى تعز وإلى غيرها من المدن، التي يتم نهبها وسلبها وتحويلها إلى مجهود حربي. تصريحات أوبراين أيضا الأخيرة بعد أن عدلها برر ذلك، برر يعني وقوف ميليشيا الحوثي في طريقهم بأنه لمصلحتهم أو لسلامتهم، يعني هذا هو كان التبرير النهائي للمسؤول الأممي. يعني هذا موقف، هذا واحد من المواقف، فضلا عن تقرير مثلا منظمة العفو الدولية الذي صمتت دهرا ثم أطلقت بيانا قبل فترة كاذبا حول أحداث في مستشفيات في تعز، كذبتها المستشفيات نفسها وكذبتها السلطة المحلية، ومن هذه الأمثلة كثيرة ربما يوميا نحن نتابعها عبر مواقف هذه المنظمات. طيب في هذه الحادثة الأولى فيما يخص أوبراين، حقيقة لا أجد مبرر على الإطلاق أنه لم يذكر بالاسم المتسبب في إرجاعه، وهذه حقيقة لا يمكن أن أعفي عن هذه المسؤولية. أنا شخصيا بحثت وتحققت من مسؤولية الجهة التي قامت بإرجاعه ومنعه من الدخول حقيقة من مصادر عدة، واتضح أنها نقطة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، وكان يجب أن يذكر ذلك. حتى هنا لا يوجد مبرر على الإطلاق أنه يغفل هذا الجانب. زيارته كانت مهمة ومهمة ومهمة للغاية، وأنا أيضا بدوري وعبر قناتكم أحمل ممتدئ بضرورة زيارة تعز وعدم زيارة تعز. هو سأقول وسأتماهى معكم وأتماشى أنه اتهام صريح بالتواطؤ علشان ترتاحي، فهذا أمر. الأمر الثاني أيضا لا أجد مبررا سواء لمنظمتنا نحن في التحالف الدولي أو الإمينيستي أو هيومن رايت أو أي منظمة دولية، كما قلت وذكرت مرارا كل المنظمات الدولية لها استقلالية كاملة وتعمل بمهنية عالية، ليس لها مصلحة على الإطلاق لأنها تفقد مهنيتها وتفقد دورها وليست موظفة لدى الأطراف. للأسف الشديد وأنا أقول لك بصراحة عزيزتي وعبر قناتكم، هناك اتهام صريح وسهل من قبل كل الأطراف للمنظمات، كل طرف يتهمها بالتماهي مع طرف، لأنها يجب يا أما تعمل بأجندته ويجب أن تعمل كموظفة لديه، أم أنها تتماهى مع ذاك الطرف أو طرف. نحن في التحالف الدولي واجهنا اتهامات عدة، واجهنا اتهامات الحوثيين وجماعة صالح، عدة اتهامات أن نحن يعني نتماهى مع السعودية أو نتماهى مع يعني المحسوبين على السلطة الرسمية المعترف بها دوليا ونعمل لصالحها. اتهامات أخرى يعني نقولها بصراحة وشفافية من الطرف الآخر يتهمنا أيضا بالتماهي مع جماعة الحوثي على أي حال لا أظن أن الطرف الآخر سيتهمكم، لأنه بالأخير مواقفكم يعني منشورة ومعروفة، وأنتم يعني قادون وتقوموا بأدوار حثيثة لمصلحة طرف معين. هذا كما هو ظاهر من خلال مواقعكم. دعني أتحول إلى ضيفي. هذا واجب وسنستمر فيه، وأنا أعدك أنا أقولها لك. هل الواجب أن تقفوا مع طرف ضد طرف آخر، مع ضحية ضد ضحية أخرى؟ الواجب لا نقف إلا مع المتضرر، لا نقف إلا مع المواطن، لا نقف إلا مع معاناة المواطن. ولماذا لا تعتبر تعز متضررة؟ عزيزتي أنا أقولها لك بصراحة، لا يوجد لدينا أي راصدين في ميدان تعز، أنا أقولها بصراحة. وأنا إذا لماذا تتواجد لكم راصدون في محافظات أخرى مثل صنعاء والمحافظات التابعة الواقعة تحت حكم الميليشيا؟
يعتمد على معظمهم نزحوا من تعز، هربوا من الدمار الذي شهدت تعز وهربوا الى مدن اخرى وهم ابناء تعز. نعم اذا هذه المباراه الاخير يسمعها المشاهدون ويقيم اذا ما كانت منطقيه ام لا. نعم اتحول الى السيد همدان. نعم سأعود اليك. ليس لديهم مصلحه من اخفاء تاعهم من اخفاء مدينه هم اساسا ينتمون لها. نعم. وانا ايضا منزلي في تعز. نعم أتحول إلى السيد همدان العلي. يعني تحدثنا الآن عن مسؤوليات تتوزع بين المنظمات الدولية وبين بعض المنظمات المحلية المتواطئة مع الانقلاب، أيضا هناك مسؤولية كبيرة تقع على الحكومة الشرعية التي يعني من الطبيعي بأنها مقصرة كثيرا في دورها في نشر الانتهاكات في تعز وفي غير محافظة تعز وفي تفعيل هذا الملف في متابعة أيضا المتسببين في هذه الجرائم. كيف تقيم دور الحكومة أستاذ حمد العلي في هذا الشأن؟ قبل أن أجيب على سؤالك يجب يعني أنا بحاجة إلى أن أوضح بعض التفاصيل تعليقا على كلامك وتعليقا على بعض الزملاء الذين يرسلوا لي الآن والمهتمين فيما يخص بالمنظمات. هناك أدلة كثيرة على يعني تستر جماعات الحوثي على تستر المنظمات على جماعات الحوثي وانتهاكاتها في حق المدنيين. يعني سأضع بعضها. يعني في السنة الماضية ممثل اليونيسف أمام البرلمان في ندوة خاصة يعني مرتبطة بالبرلمان البريطاني تحدث بكل صراحة وقالها أن تعز ليست محاصرة وهذه جريمة في حق الإنسانية. أيضا إذا تحدثنا عن أوكسفام مثلا فالأمثلة كثيرة ولا تتوقف، لكن آخرها هي التنسيق للبرلمان البريطاني اللي هو أندرو ميتشل على أساس أنها زيارة حقوقية إنسانية وفي النهاية يذهب لزيارة الصماد وعلي عبد الله صالح ويرجع إلى بلاده ليكتب مقالات ويحضر ندوات يتحدث عن نزاهة الحوثيين وعدم مكافحتهم للفساد ويطالب بتغيير القرار الأممي 22/16. بينما يعني إذا تكلمنا عن منظمة أوكسفام فهي منظمة حقوقية أو يعني إغاثية تنموية وليس لها علاقة بالسياسة. يعني هذا جانب. أيضا مثلا في المحويت في منطقتي قبل أشهر كانت هناك يعني كحلة مساعدات خاصة بالمتضررين من الضمان الاجتماعي في حدود 5000 سلة غذائية أوقفها الحوثيين لمدة أسبوع تقريبا، وبعدما صدرت البيانات تم الإفراج عنها بعد أخذ جزء منها لصالح المجهود الحربي. كذلك مثل هذه الممارسات تحدث في واحدة من أفقر المحافظات اليمنية التي يعني يموت أبنائها جوعا وهي محافظة الحديدة. لا تمر شحنة مساعدات إلا وتم أخذ يعني جزء منها تحت اسم المجهود الحربي، وهذا أمام مرآة ومسمع المنظمات الدولية، ولكن مقابل كل هذا لم تتحدث ولم تشير ولم تتهم ولم تعاتب حتى مجرد عتاب. أليس هذا يسمى تواطؤ؟ أليس تسترا؟ هذه إجابة على من أراد يعني أدلة. الأمر الآخر ما يخص الحكومة، للأسف فعلا كانت الحكومة خلال الفترة الماضية يعني كان دورها سلبي وغائب جدا فيما يخص حقوق الإنسان. لا ندري ما هي الأسباب. يعني اليوم يعني تخيلي وزارة حقوق الإنسان بلا وزير، وهذا أعتقد يعني إشكالية. لا أدري يعني لماذا تأخر يعني إصدار قرار يعني وتعيين وزير في هذه الوزارة الهامة، لأنه عدم وجود وزارة حقوق الإنسان. هناك وكلاء يقومون بأدوار لا بأس بها يعني حاليا في المرحلة الحالية، ولكن أنا أعتقد عدم وجود وزير يمثل الوزارة ويمثل اليمن في هذا الملف الهام يعني أننا نخذل المواطنين المدنيين الضحايا من كافة الأطراف. نعم، وربما كما يعني يشير الكثيرون بأن هذا الفشل في أداء الحكومة الشرعية خاصة في الملف الحقوقي طبعا فضلا عن الملف السياسي والعسكري هو ربما الرئة التي يتنفس منها الانقلابيون، وهو المساحة التي يتحرك من خلالها الانقلابيون ومجرمي الحرب على رأسهم المخلوع صالح وزعيم الميليشيا الحوثي. وعلى ذكر المخلوع صالح، كان قبل يومين قد أطلق يعني خطابا تحدث فيه أو اتهم فيه أبناء محافظة تعز بأنهم دواعش وإرهابيين، وحرض
صراحة وعلانية على قتلهم وقنصهم وإحراقهم. نذهب إلى هذا المقطع ونعود للتعليق عليه. الذي بيقاتلوا في تعز إرهاب، كلهم دواعش، والذي بيقاتلوا في المخا دواعش، ولكن هناك رجال، هناك رجال وشخصيات بالقناصات. دقهم دقهم بالميتات، دقوهم بكل أنواع الأسلحة. نعم، دقوهم، احرقوهم، اقنصوهم، اقتلوهم، في إشارة إلى أبناء محافظة تعز والمخا، هذا ما ذكرها تحديدا المخلوع صالح في خطابه قبل يومين سيد محمد الشامي. لم نسمع ولم نرى أي تعليق أو مواقف دولية أو منظمات محلية حول هذا الخطاب التحريضي الذي يحرض أتباعه المخلوع. وأنت تعرف أن نتحدث عن شخص يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة وآلاف من الأتباع، ويعني إمكانيات كبيرة للتحشيد لقتل أبناء المدينة التي تباد منذ عامين. ما تعليقك أولا على هذا الموقف، ثم لماذا لا نرى أي مواقف لمنظمات محلية أو دولية بهذا الشأن، بشأن هذا الخطاب وخطابات أخرى طبعا أطلقها قبله زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي؟ الخطاب هذا بحد ذاته جريمة، يعني توجب الملاحقة والمحاكمة الدولية، وأنا أعتقد أنه تأكيد ما هو أكيد من الملف الحافل به هذا الرجل. نحن في التحالف الدولي للدفاع عن الحرية، أول منظمة في العالم، أصدرت في 2012 بيان طالبت فيه بالملاحقة الدولية والقبض على علي عبد الله صالح باعتباره مجرم حرب. قلنا ذلك في هذا الزمن وهو رئيس جمهورية. قبل أن يكون متحالفا مع عبد الملك الحوثي، يتحدث الآن. نعم، قبل يتحالف، فما بالك بالآن الذي هو أيضا بتحالفي أيضا مع ميليشيات خارجة عن إطار الدولة. إذا ما هو المواقف التي أطلقتها بعد هذا التحالف؟ أكدنا يقينا أن كل المتسببين في المعاناة الإنسانية لمجمل اليمن ومنها تعز طبعا هو سببه، هو ما حصل من انقلاب على العملية السياسية أودت إلى هذا الانفلات وإلى هذه الحرب وإلى هذه المعاناة وكل هذه التراكمات التي حصلت وما زالت مستمرة. لابد حقيقة من رصد حقيقي لرؤوس المسؤولة، مسؤولية مباشرة والمتماهية معها، والمسؤولية التحتية لكل القيادات التي تتحمل المسؤولية التابعة لهذا التنظيمين، جماعة الحوثي وجماعة عبد الله صالح، كمجرمين حرب. ويجب أولا قبل أن أتحمل مسؤولية أنا كتحالف دولي كمنظمة دولية مستقلة، أين دور الحكومة الذي تقول عن نفسها أنها حكومة رسمية تمثل هذا الشعب وتمثل معاناته وتمثل تعز وتمثل اليمن عموما؟ هي دورها تقاتل المخلوع في مساحات كبيرة من البلد. يعني هناك معارك عسكرية، نحن نتحدث عن الملف الحقوقي وعن موقف المنظمات تجاه هذا الخطاب التحريضي. نعم، أين دورها الحقوقي؟ هي المفترض أولا وأخيرا أنها هي عندها قوة أكثر مني. هي مقصرة. ماذا عن دوركم أنتم؟ لماذا لا تصدر حتى اللحظة عزيزتي أنت تتحدثي أن هذه المعاناة وهذا الكذا؟ هناك مسؤولية رسمية، العالم كله عندما يتعامل مع السلطة هي تتحمل المسؤولية وهي المسؤولة أمام هذا المواطن الذي يتعرض لكل هذه المعاناة. لماذا لا تصدر بمذكرات قبض دولية عبر الانتربول الدولي إذا كانت صادقة وجادة في يعني دانت هذه الانتهاكات؟ عندما الآن نقول على هذه المنظمات المستقلة والبعيدة تماما والتي ليس لدينا نحن ولا إلى المنظمات الزميلة في الخارج مصلحة مباشرة من أي تماهي مع أي طرف كان، نعمل بمهنية عالية وبشرف وباستقلالية كاملة، عندما نحملها المسؤولية ونتهمها ونطلق التوصيفات جزافا أليس من العيب ذلك قبل أن نتحمل المسؤولية الرسمية؟ لمن يتحمل المسؤولية الرسمية الذي لم يقم بأقل الدور له؟ أين هل صدر قرار بملاحقة دولية؟ نعم سيد محمد الشامي، في أقل من دقيقة، يعني ليس لدينا الآن ممثل عن الحكومة حتى نسأله، وسوف نسأله إن شاء الله في حلقات قادمة وفي برامج أخرى حول مسؤوليتهم من هذا في هذا الشأن. أنا أسألك كمنظمة يعني محلية تدعي الحياد حول مواقفكم المعلنة، أتحدث عن مواقف معلنة، أرجو أن لا تحدثني عن أمنيات وعن مشاعر تحتفظ بها داخلك، أتحدث عن مواقف منشورة ومعروفة ومعلنة حول الجرائم في تعز وحول هذا الخطاب التحريضي وغيره من الخطابات والتحشيد ضد شعب بأكمله في أقل من دقيقة.
في أقل من دقيقة نحن الآن على وشك إعداد المؤتمر الدولي هنا في باريس يتحدث عن الملف اليمني وعن كل الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الحاصل في اليمن. نحن الآن في خلال هذا الشهر القادم نحضر مع مختلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن والدولية التي لها وزن وثقل ونعمل مؤتمر دولي في باريس ل نأمل أن لا يكون هذا المؤتمر على شاكلة أداء التحالف الذي هو منشور على الأقل على الإنترنت، نرجو أن يكون أداء فعلا كما تحدثت مهنيا ومحايدا، يعني محايدا حقيقيا وليس سوى ذلك. أستاذ همدان العلي تحول إليك بالسؤال الأخير، كيف تعلق على الخطاب التحريضي للمخلوع صالح وهو ليس خطابه الوحيد، كان قبل أيام أيضا حرض أبناء بني حشيش لقتل والتحشيد ضد أبناء تعز، وأيضا قبلها كنا قد استمعنا لحملة أشداء على الكفار التي أطلقها من يتهمون الآخرين بأنهم تكفيريون ميليشيا الحوثي، أيضا ضد المحافظة الأخرى وتحديدا محافظة تعز، كيف تعلق عليه وبرأيك ما هو أفق يعني إيصال الملف الحقوقي في تعز إلى مستويات أعلى؟ بالتأكيد خطابات صالح الأخيرة تحديدا هي تحريض لقتل المدنيين، لقتل المختلفين معه في بعض الجوانب السياسية، كما هي خطابات عبد الملك الحوثي وفعالياتهم في اكثر من مناسبه وفي يعني في المحافظات الخاضعه لسيطرتهم. هذه الخطابات هي امتداد لعمليه العنف التي تمارسها الجماعه الانقلابيه منذ يعني سيطرتها على صنعاء، منذ سيطرتها على صعدة اولا. والأمر ليس بجديد، لكن المشكلة كما تحدثنا هي عدم وجود آلية تقوم بها يعني سواء المنظمات المجتمعية المدنية أو يعني وزارة حقوق الإنسان ل يعني أخذ هذه الخطابات والتعامل معها كدليل يعني من الأدلة التي يعني أو كمؤشر واضح لعمليات. نأمل أن تقوم يعني أخي همدان أنت وأيضا الناشطين الحقوقيين وأيضا السيد محمد الشامي وكل الناشطين الذين ينتمون إلى يعني ضمائرهم وإلى يعني القضايا الوطنية الحقيقية وإلى الضحايا قبل كل شيء أن فعلا تبنوا هذا الخطاب ونقل هذه الصورة إلى الرأي العام الخارجي. أشكركما ضيفي الكريمين، من باريس كان معنا رئيس التحالف الدولي للحقوق والحريات محمد الشامي، ومن الرياض الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية همدان العلي. أشكركما وأشكر مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا أسود شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج، ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.